السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي تشوفوا معايا فيه هاد الملاقية. هادي ملاقية غرزة في حبكة. هاد الملاقية سهلة وبسيطة، فيها غير غرزة واحدة بالزربة. كتقدري انك تخدمي البياسة ديالك، يعني ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، خاصة بالنسبة للمبتدئات. فهاد الملاقية هادي راها مزيانة بزاف، حاولوا انكم تعلموا لها لانها سهلة، وفي نفس الوقت غادي نتعرفوا الفرق ما بين الغرزة والحبكة. اول حاجة كتبتي الخيط في الثوب كيف ما كتلاحظي معايا. هاد الخيط درتو على 3 شعرات ورقم البرا 6. مهم اما تخدمي بالستة او تخدمي بخمسة. فاول حاجة غادي ندير هاد الغرزة هادي، حاولوا انكم تركزوا على الاتجاهات ديال الخيط. الفرق ما بين الغرزة والحبكة هو الاتجاه ديال الخيط. هذه غرزة، غادي تخدمي دابا غرزة في الثوب بهذا الشكل، والآن غادي ترجعي تهبطي الخيط بهذه الطريقة، وغادي تجي ما بين هاد جوج ضربات اللي درناهم في الثوب، وغتمشي هنا وديري غريزة ديالك، غريزة صغيرة هنا بهذه الطريقة. من بعد غادي تهبط الخيط لتحت وديري غرزة الفوق بهذا الشكل. هنا حاولوا انكم تجروا الخيط مزيان باش تبقى الملاقية غادا كاملة عبار واحد. الان غادي نخدم حبكة. الحبكة غادي نهبط الخيط لتحت وغادي نرجع في نفس المكان فين خدمت الغرزة، يعني ما بين هذوك جوج ضربات اللي درناهم في الثوب، غادي تجي ما بيناتهم وغادي ترجعي بحبكة كيف ما كتلاحظوا معايا الان. دابا طلعت الخيط لفوق وغادي نرجع ندير غرزة في الثوب بهذا الشكل. غادي نهبط الخيط لتحت ونجي ما بين هاد جوج ضربات اللي في الثوب، لاحظوا معايا ما بين هادي وهادي، وغادي نخدم هنا هادي غرزة. الان كتهبط الخيط لتحت وغتمشي للطرف المقابل وتحاولي تجري الخيط بهذا الشكل. الان غادي تخلي الخيط لتحت وغادي ديري حبكه، كترجعي في نفس المكان ما بين هذوك جوج ضربات اللي في الثوب بهذا الشكل ما بيناتهم، وكترجعي تعمري حبكه فوق من هذيك الغرزه اللي كنتي خدمتي سابقا. كنظن بلي هاد الملاقيه هادي سهله وبسيطه، ونيت الواحد يبدل شويه ما بين هذوك الملاقيات العاديه اللي ديما تنخدموهم. فهاد الملاقيه سهله يعني، وبالزربه غادي تكملي البياسه، وفي نفس الوقت غادي تخدمي واحد الحاجه اللي جديده. المهم هنا كترجعي ما بين هذوك جوج ضربات اللي في الثوب وكديري غرزه وتمشي لفوق وتجري الخيط بهذا الشكل. من بعد كتهبط الخيط لتحت، والان غادا ترجعي وديري حبكة بهذا الشكل. من بعد غادا تطلعي الخيط لفوق وترجعي لتحت. لاحظوا معايا غادي نمشيو للثوب ونحاولوا ان يعني تجري البرا بهذا الشكل. من بعد كتهبطي الخيط لتحت وغادا ترجعي وتخدمي غرزة، ومن بعد غادا نهبطوا الخيط لتحت وتمشي هنا للثوب وتخدمي غرزة بهذا الشكل. الان كتهبطي الخيط لتحت وكتعاودي ترجعي في هذيك الغرزة بحبكة، فهذه حبكة. من بعد غادا تطلعي الخيط لفوق وتعاودي ترجعي للثوب وديري واحد الغريزة هنا. هذه هي الملاقية بكل بساطة، سهلة وبسيطة. Thank you.
هذا هو الشكل النهائي ديال هذه الملاقيه. هذه ملاقيه يعني العبار ديالها غرزه واحده. كنتمنى ان هذه الملاقيه تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم كاملين. اي تساؤل خليوه ليا في التعليق. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم.